مساء الخير، تحية للكل مع بداية حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي، جولة جديدة على أخبار الطلاب والبداية مع صف المسرح وتقنيات جديدة للتمثيل مع بتي. شوفي ما في. شوفي ما في مدام، اليوم لسه الكاسلة ولا؟ اليوم لسه الكاسلة مدام ولا؟ هو أنا مفروض كمل الإكزرسيس كنت عم بلشه، يعني شخصين عكس بعضهم ونصلح، بس هلا بدي أعمل غير شيء. هيك غيرت رأيي لأنه ما فينا نضل هيك. صح. ما فينا نضل عم نحلم. بس ما فيك تركزينا أو شيء هيك، الله يخليك. وين بدي ركضك؟ هون بدي ركضك يا قلبي. شايفني؟ ما أبدا ما في سبور. أوكي. لا مين بيطلع؟ أنا هون. فاتجينا كيف بدك؟ فاتجينا كل شيء. تفضل. نفس الجس قدامي. المسرح لإلك، الكابوس لإلك، والفرج لإلنا. نام ساعة؟ كيف بننام من ساعة؟ ليش بتشلح ساعتك قبل ما تنام؟ إيه بنسي. اشلحها إذا ب إذا بتحس حالك مش نايم. الحمد لله يا ربي. كنا بالأوتوستراد و بقلك شغلة، اللي عملته جيد ولكن صغير، يعني أبشع شيء عندي حدا يقطش هو المشهد، يعني اللي يطلع فيه ويقول لي شو، يعني بحب حدا للآخر يشتغل. وبعدين سمعنا كنا بالأوتوستراد، يعني كنت حابة بعد أعرف شو صار. من قلبت لا تقطع يا رب. حسيت انه ما فهمت بعد شو الموضوع حبيبتي. بدي موضوع. بدي شو كنت عم بتشوف يا نسيم؟ شو اللي عم بتشوفه كنت؟ بدي اقول لك كذا المشهد مش ما تفهميش، يعني المشهد الاول كان بالاوتوستراد، هلا من بالاوتوستراد، هلا من قلبت، يعني السياره بالاوتوستراد وانقلبت. كملك مشهد ماضي رجع حلقتين الكابوس. الكابوس بيجع حلقتين. ايه مسلسل الكابوس. مسلسل الكابوس. مفوت فيه انت هلا. الله يرد عنك. رجعك يا كبس ليه للكابوس؟ شو بده يصير بعدين؟ بس لك يا نسيم انه انا المشاهد هلا لازم اعرف انه الكابوس اللي هلا عملته هو كمالة الكابوس الاول. اول جملة اوتوستراد. اول جملة اوتوستراد هلا من قلبي. ايه مسلسل الكابوس. لا كنت عم سوق السيارة وقطع قدامي تبعش انت ما قطع قدامي ولد صغير ما عارف حسيت اني ضربته. انه انتوا عم بتشوفوا انه ما في سحر، في شيء بنشوفه. يلا حنان هيدي لازم اعطيكم بونات بارقام. يلا شو عرفت؟ بابا بابا الحمد لله الحمد لله حبيبي. بليز سيلاس، خلوا علي عم بيعمل كونسنتراسيون. يعني ايش هذا؟ Concentration. Oui. Oui. Bravo, allez. Fais dodo. Fais dor. 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 D'accord. D'accord. D'accord.
خيركم تغرقت خيركم تغرقت خيركم تغرقت مين قال لك انه ما بتعرف تعبر؟ مين اللي كذب عليك؟ مين يعني قال لك انه ما بتعرف تعبر؟ وصلتني انا وصلتني كمان يعني لا هو اذا انت مقتنع انه ما بتعرف تعبر مشكله لا مش قصة مقتنع بس انه معظم الحالات اللي قدرت جربت انه عبر ما بعرف يعني ما بس انت غلط اكبر غلط فك انت فيك تعبر وبتقدر وهيدي نتيجه يلا باي ثانك يو كل هالدروس والتمارين بتساعد الطلاب حتى يقربوا من حلمهم أكتر ويفوزوا باللقب. بريك أول بحلقة الليلة ومنرجع. منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. ليزلي عائل زارت الطلاب حتى تقدم لهم درس جديد ومثل العادة رافائيل عنده أسلوبه الخاص بتحويل الجد لمزح. هاي رافائيل. هلو. نوري. هاي كيفكن؟ رح بلش اول شيء بس شوي بالباي لنحمي ونرخي سو رح نبلش اكيد تاخذوا نفس مزبوط ما رح اعمل اكزرسيس نفس بس انتم بتعرفوا وين النفس جلسه بليز رح نبلش بال مع هوا كله بعد مره اوكي بعرف جلسوا كلكم جلسين وضلكم جلسين وضلك مجلس اوكي خفف الباور وزيد الهواء واعطيه بوش من البطن اوكي بس ما تفتح بالاول ممنوع تفتح هلا سكر لا ما عم تنفخ انفخ طب ليه حاطط ايدك قدام الشاليمو مش تيكون في هواء الا ايه ما في هواء رح تسوي هي احسن شفت كيف ظهرت لبرا لان احنا ما عم نسمع فيها صوت هواء بس عم نحط الصوت على الهواء لما يخنق جوا اوكي اوكي تما تقشر زبطت هلا ماني مديره شيء مدام بشرب انت مديرتي مديره حياتي انت مديره عمري انت مديره كل شيء فيي شو بدك بدك نفخ من اليوم لبكره بدنا نفخ جالس وقعد مزبوط شو القعده ايه بس اخرها ما في لزوم تضلك فاتح حلقات لانه صار كثير واطي اوكي بس بدها تدفش نو بفتح بالاول مش بالاخر انا عم بلش فوق نو فو وي مي لا لونغ نو ريكول با بس مش فو فو اوكي ما تعملها او بالاخر فو خليها او اوكي فاين كرتوش فردك نحن يا مضى يا ويلي وين بنفتح على العالي ولا على الواطي على العالي على العالي يا عالي ممنوع حدا غيرك يشتغل مزبوط انت بس على دورك بتركز والباقي ممنوع يركزوا اوكي بعد علي لي شوي الباور فو باي عملتهم باي ما كلهم مقاطين شو غير معقولين مش عاملوا وايتنج؟ لا مش عاملوا وايتنج فرشه مضبوط خلينا خلينا طبعا
دينا وسهيلة فتحوا قلب لبعض ودردشوا سوا عن الصداقة يلي بتجمعهم بالأكاديمية ويلي بتفوق المنافسة. حنان البارحة قالت لي كلمة خلتني فرحانة جدا. قالت لي أنا بشوف في عينيكي سهيلة اللي جت من أول يوم. ابتديتي تعملي ده؟ قالت لي بشوف في عينيكي سهيلة اللي شفتها أول مرة. ابتديت اللي بتضحك تلعب و الطبيعية، سهيلة الطبيعية. قلت لها يا ماما احنا أصحاب مع بعض هنا، انتوا مش شايفين، اللي بره مش شايف زي اللي جوه. ما نقدرش نبعد عن بعض، يعني مثلا انا وحنان مثلا متخانقين، ما ينفعش تبقى هي في مكان ولا في مكان، لازم نتصالح في يوم من الايام، ولازم نتصالح في ساعه من الساعات، ولازم نتصالح في ثانيه من الثانيه. مثلا انا اتضايقت من حنان في موقف امبارح، جت قالت لي انا كنت بهزر معاكي في ساعتها، في ساعتها يعني مثلا عملت الموقف هنا، قامت قالت لي هنا بالظبط في ساعتها. تزعليش، انا كنت والله العظيم بهزر، ما كانش قصدي. قلت لها خلاص يا حبيبتي مفيش مشكله. طلعت فوق متضايقه، طلعت تاني قالت لي ما نقدرش نعمل تضاد ما بينه وما بين بعض، ما ينفعش. حنان اللي بره لا مش حنان بس، في هايدي مثلا اتضايقت مني في موقف، عرفت ان دينا مش قصدها الموقف فعلا، وعرفت ان طبع دينا عامل ازاي. اللي بره مش شايف زي اللي جوه، اللي بره مش شايف زي اللي جوه، او اللي بره شايف السلبي بس مش شايف الايجابي. يعني دايما مثلا اللي بره قاعدين مستنيين ان دينا تتكلم على سهيلة وسهيلة تتكلم على دينا، مش شايفين مثلا في يوم دينا وسهيلة كانوا بيحضنوا بعض، يوم دينا وسهيلة كانوا بيعيطوا لبعض، يوم دينا وسهيلة كانوا بينصحوا بعض، مش شايفين ده، شايفين بس ان دينا وسهيلة بيتكلموا على بعض، شايفين بس ان دينا مثلا شايله من سهيلة، شايفين بس ان سهيلة شايله من دينا، شايفين بس ان دينا ان سهيلة مستنيه لدينا على كلمه، فتقوم مديالها كلمه تبخ لها في سم في وشها. مش شايفين في يوم اتصالحنا مع بعض، مش شايفين في يوم ان احنا قاعدين كنا بنحكي مع بعض، مش شايفين في يوم ان احنا قبل النوم لازم نتكلم، مش شايفين في يوم ان احنا غنينا مع بعض. انت من الناس اللي يسموهم اصدقاء اوفياء. الحمد لله اللي ما فيش كتير منك. لا انا عمري ما شلت ضغينه من حد، ولا عمري كرهت حد، انا دايما ببقى بتمنى كل اصحابي يبقوا كويسين. انا مش جايه هنا بصراحه لغرض التنافس بجد، لو كنا على التنافس كان غير، صح؟ كان تعاملك غير. مش جاي تنافس خالص تماما. انا عارفه ان انا في يوم من الايام، انا ممكن الاسبوع الجاي اكون طالعه، الاسبوع اللي بعده ممكن، يعني انا اخر الاسبوع اللي بعد اللي جاي. ليه لا؟ ولو طلعت ليه ما طلعش محبوبه؟ بريك تاني بحلقتنا مشاهدينا وبنرجع، خليكم معنا. منتابع يوميات ستار اكاديمي، وما تنسوا دايما تدخلوا على www.starakarabia.com لتعرفوا اخر اخبار الطلاب. اما اخبار رافائيل وحنان فمنعرفها من دينا يلي دايما عندها تعليقات على صداقتهم سوا. شو ليش بتكرهينا؟ ليه بتكرهينا حنان؟ جات ها شو كيف كنت لا عم تنشفي فيي كنت ولا عم تضربين؟ اه عن جد. شو تكرهينا؟ ليه؟ شيل النظارة. مش حلوين؟ لك ليه بتكرهينا؟ تعا يا رفيان. اوعي كده. شو؟ لحظة لحظة. شو؟ ممكن تبعدي؟ شو؟ لقطتني هيك قبل شوي، قلت لي بكرهك. ليه بتكرهيني؟ انا؟ انت بتكرهيني؟ طبعا يا حبيبي. اوعي. انا بحبك طبعا. انت عارف مين؟ لبت لي العينات. ايوه حبيبي زي القمر، انت كل حاجه زي القمر. والبروفايل. كل حاجه زي القمر. ثانك يو. حبيبي نطلع نقعد في حته. أنا الأبقى يا حبيبي. تعا
بتعرفها يعني. شو؟ بس خذي من ناحية تانية. اسأليه. اسأليه لو عايز يجي هيجي عندي. اسأليه طيب. طب في ميكرو. انت بتعملي ايه؟ اتجننتي ولا ايه؟ انت مالك انت؟ مراته خطيبته. اساليه بقى مراته خطيبته. اساليه انت مراته خطيبته. انت عارفه ايه؟ تعالي هو شددني معاه. يا ادينا خلاص بقى بجد. خلاص بجد يعني بجد؟ اه قوي 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 قوي. شيلي ايدك. لا كده انت ما بتمثليش ده حقيقي. كده ما بتمثليش ده حقيقي صح؟ مش بقولك تعرف يا لطا دوام بروح. انا عم تديني بكرهها. يا انتي اللي بكرهها رافائيل. انا ما بكرهكش انا بحبك. انت عارف ده صح؟ دينا احتمي نفسك. رافائيل تعرف. لا ما في زعل على حنان. اسفه بس انا برضه ما في زعل. انت كمان تزعلني انا يعني؟ لا بس ده حنان. حنان خط احمر. اوكي وانت تزعلني. حنان خط احمر. اوكي حنان فتحت احمر ازرق واصفر واحمر. انا موافقه بقى حنان. انا موافقه بس تزعلني انا كمان. طب ما طولي بالك علي. طب طولي بالك علي. طب انا ما بعرف. لا ما تخليها. هي بعدك عني انا. لا ما حدا بعدني. اوكي انا قلت انا موافقه انا وحنان. انت موافقه انا؟ لا مش موافقه. أوكي انا لوحدي. رافائيل شو؟ يلا شو؟ ما رافائيل يلا شو؟ وين بدك نروح؟ بدك تسافر على هولندا؟ عند على هولندا جيبونا كادويات من هولندا. رافائيل شو؟ انت مش عايز تزعل حنان؟ انا ما عنديش مشكله نبقى احنا الاثنين. طيب يلا اوكي. لا انا بدي لحالي لوحدي. اسفه انا ليه برج العقرب ما بحبهاش. اني شحال برج الاسد وافق. معلش ممكن تخدريش سولي. سولي أسف. سولي سولي تزعل حنان؟ لا صح انا موافقه. انا ما بزعلهاش. انا ما بتزعل. ما حدا ما خلق اللي بده يزعل. زعلني انا. طيب شو ما خلق اللي بده يزعل. ماشي انا بالنسبه لي موافقه ان انا ابقى بنت. زعلني انا. اسأليه. طيب طب لا شوف شو بدكم تعملوا. دبروا راسكم يعني. ما هيك يا رفيق حنان. اوكي خلاص بجد خلاص. اسفه نرفزتيني يا دينا. دي حقيقة. بس دي حقيقة انا بحتمسيه. وان انا اقرب شخصية. اسألي مين اقرب شخص. مين اقرب شخصية؟ امي. حلوة. أنا موافقة أبقى أنا وماما. مش مشكلة برضه. أنا موافقة يا حبيبي. موافقة يبقى ليا شريك. بس أنا مش موافقة. أنت مش موافق؟ هتختار مين فيه؟ هو بده شريك واحد بس. أوكي هتختار مين فيه؟ هايدي. لا هو أنا كمان كنت هتختار مين فينا؟ أنا ولا حنان؟ الغصب بعد. هتختار مين فينا؟ أنا ولا حنان؟ حنان. تعرف كده قصتنا انتهت. دينا بشرة. لا ما اقدرش اسيبك يا حبيبي. انت عارف لقينا على بعض. لو خلاص بس تشيل ايدك. ما عم تهي. ما عم تخليني افل. لا والله ما عم تخليني افل. فعلا ما عايز تشيل ايدك من ايدي يا رفايل. صدق ايه؟ شيل ايدك من ايدي؟ مش قادر. شفتي؟ خلاص الكلمة دي انا سيبك بس عشان الكلمة اللي انت قلتها. رافائيل الا قل له انه ما بدي اياك. ما بدي اياك. يا دينا. الا رافائيل تعا الا بص في وشي قول لي ما بدي اياك. لحظة بص في وشي قول لي لحظة الا شو بدك؟ قول شو بدي اقول؟ اوعي كده اوعي. قول مش عايز اعرفك تاني. مش عايزة غيرك انت. الا فين ما بديك. شو قول مش عايز اعرفك تاني. دي شو ديك شو 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 يلا رافائيل شو حية بعيونك. رافائيل الا يلا رافائيل شو بدك. الا شو بدي اقول. مش عايز اعرفك ما بديك يا دينا. لمين؟ لدينا. ما بديك يا دينا. بلا بدي اياك.
ما قلت يا دينا. طب قول ما بدي اياك يا دينا. طب قول لي مش عايز اعرفك تاني. قول. خلينا اصحاب. قول. بدي حدا. قول ما بدي اياك يا دينا. انا ما بدي حدا من هالدنيا. بدي حدا ما يجرحني، اللي فيه يقدر ما يجرحني يجي لعندي. انا حبيبي طبعا. اللي بيعرف يجي لعندي بلا ما يجرحني. انا يا حبيبي طبعا. بلا ما يضايقني بلا ما يوجع لي راسي يجي لعندي. انا عمري ما ضايقتك يا حبيبي. انتوا كويسين هنا اللي خليته انا طبعا عمري ما ضايقتك يا حبيبي. بس انا ما في ابعد عنه. شو انت بتتخانق مع مين؟ بس انا ما في ابعد عنه. اوكي وانا ما قلتلكش ابعد عنها، انا موافقه. موافقه بقى انا وهي. لا في واحد بس. نقي انت. كيف يعني؟ انا اللي نقي؟ انا قلت لك نقي واحد يا انا هي. مين؟ تعشوا. خلص دينا. خلص دينا قالك روحي انا عايزه افضل معاه انا. روحي يا بنتي. لا هو ما قال، هو قال مش هو قال شو. لا انا قال لا انا وهي لا هي يا حبيبتي انا. اطلعي يا دينا. اطلعي انت بتحسديني على ايه بس؟ هتبقوا لوحدكم ازاي يعني وانا قاعده برضه؟ اطلعي يا دينا من فضلك، هو عايز حنان. شو هيدا يا الله دينا؟ هتجيبيه سكر. اطلعي برا. انت مالك انت؟ خلاص خليه هو عايز. اعمله كباش، اللي بيربح بيبقى. طب يلا خلصينا اطلعي على برا. طب انت بتطلعني انا ليه برا؟ بتطلعي كمان. طب حنان اطلعي على برا. مش بدك تدلك ما يعني ليه؟ ليه هيك غيرت رايك؟ قال لك اطلعي برا، انت رخمه ليه؟ برا يلا يا ماما. قومي. قالت على الكوب امبارح براس بتصفي الراس يلا. آخر بريك بحلقتنا مشاهدينا وبنرجع للأخبار. منتابع يوميات ستار أكاديمي. نهار الثلاثة سهيلة وقعت بالأكاديمية مما أدى لكسر بالحوض، وبحسب تقرير الطبيب سهيلة بحاجة لراحة لمدة 4 أسابيع مما بيمنعها من إكمال مشوارها بالأكاديمية، ونتيجة هالانسحاب تم إلغاء عملية التصويت هالأسبوع وما رح يغدرنا حدا بالبرايم المقبل. حبيت نقول لكم باللي انا سابا، ما تخافوش عليا. كم تعرفوا باللي سهيله قويه، محتاجه لدعواتكم ليا ان شاء الله ونرجع بالسلامه. نحبكم بزاف. بسيطة كتير، فلا تعتلوا هم ووصلتني محبتكم من السوشيال ميديا. مرسي كتير لأنكم عم تسألوا علي، وبعد العملية أكيد رح طمنكم. من عائلة ستار أكاديمي تلاميذ وإدارة منتمنى لسهيلة الشفاء العاجل، وأكيد يا سهيلة نجمك رح يضل يلمع. إذا بدكم مشاهدينا تكونوا حد الطلاب وتشاركون بالبرايم مباشرة، لازم تشاركوا بالمسابقة وتربحوا سفرة كاملة التكاليف لبيروت. ادخلوا على www.cbc-eg.com. وقبل ما ودعكم بدي أقول مبروك ليوستينا ياسر وياسمين محمد يلي فازوا بالرحلة لحضور البرايم هالأسبوع. أنا بلاقيكم بكرة مشاهدينا بحلقة جديدة. باي باي. أنا اللي ضعفت وتشدي طايرة كأني مش على الأرض، اللي في الموقف ده أنا اتحطي ما قالهاش لسه ولا جاب وقت. أنا اللي ضعفت وتشدي طايرة كأني مش على الأرض، اللي في الموقف ده أنا اتحطي ما قالهاش لسه ولا جاب وقت. شاغلني قوي ونسيت اسمي وأنا
بعدين بقى بعدين حد يحب كده من يوم بعدين بقى في قلة النوم